On this occasion, we told the world, stop the Nakba for Palestinian, another Nakba, about the wall. We have a new Nakba, the wall, the settlement, the confiscated land, demolished house, siege of Jerusalem and isolation of Jerusalem. نخرج لنعلن رفضنا لجريمة العصر جريمة إنشاء هذا الكيان على أنقاضنا وأنقاض مدننا وقرانا وعلى جماجم أطفالنا ونسائنا نخرج لنعلن تمسكنا بحقنا في فلسطين كل فلسطين وأن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين لتجددوا عهدكم وبيعتكم مع فلسطين دفعت من أرواحها وحملت أرواحها على أكفها